استوديو 18. أهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو 18، نتناوب على تقديم أنا لين المجالي وأمين عدنان. أهلا بكم مشاهدين الكرام. في ظل تنافس حاد تشهده انتخابات 2018 تشكل المناطق المتنازع عليها ميدانا جديدا لبعض القوى السياسية التي دخلت مؤخرا إلى تلك المدن وأهمها مدينة الموصل، واختبارا للقوى القديمة التي نافست هناك طيلة السنوات الماضية. انتخابات جاءت بعد معركة سياسية شرسة لكنها انتهت لتبدأ معركة سياسية لا تعكس فقط ميزان القوى، بل أنها تكشف عن مزاج المواطن في تلك المناطق التي عانت طويلا من صراع سياسي انعكس على شتى مجالات الحياة فيها. أما في كركوك فالصورة معقدة أكثر. لم يكن في حسبان الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يخسر مقعده الوحيد في هذه المحافظة مقابل صعود قوى جديدة كالتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي يخوض الانتخابات في كركوك للمرة الأولى. وأمام كل هذا تبقى المنافسة حادة أمام التيارات والأحزاب التي تمثل المكون العربي من جهة، والتركمان الذين يبدون ارتياحا نسبيا لانسحاب الحزب الديمقراطي، لتظل المنافسة محصورة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استوديو 18، والتي يرافقنا فيها من أربيل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنقالي، ومن الموصل مرشح المشروع العربي عمار ثامر، ومن كركوك مرشح الجبهة التركمانية عمار هداية كهية، ومن بغداد المرشح عن تحالف الفتح كريم النوري. و697 مرشحا سيخوضون الانتخابات المقبلة موزعين على محافظتين نوى وكركوك، يضاف إليهما المحافظات الثلاث في إقليم كردستان. هذا العدد الكبير من المرشحين قد ينتج صراعا سياسيا كبيرا وتحديدا في المناطق المتنازع عليها. خصص ل 234 مقعدا بينها 8 مقاعد كوتل للنساء و3 للاقليات، سيتنافس عليها 907 مرشحين منتمين الى 44 حزبا وتحالفا، اما عدد سكانها فبلغ 3,793,982. سيتنافس في كركوك 291 مرشحا منتمين ل 31 حزبا وتحالفا، سيتنافسون على 12 مقعدا، 3 مقاعد كوتا للنساء ومقعد واحد للأقليات، أما عدد سكانها فبلغ 1,629,625. يبلغ عدد السكان في أربيل 1,896,753، ويبلغ عدد المرشحين 173 منتمين ل 27 حزبا وتحالفا، يتنافس على 15 مقعدا بضمنها 4 مقاعد كوتا للنساء ومقعد واحد للأقليات. في السليمانية سيتنافس 26 حزبا وتحالفا على 18 مقعدا بضمنها 5 مقاعد كوتا للنساء، في حين بلغ عدد المرشحين 211، أما عدد السكان بلغ 2,212,099. أما في دهوك فيبلغ عدد السكان 1,318,458، وعدد المرشحين 115، وعدد التحالفات والأحزاب 24، ستتنافس على 11 مقعدا بضمنها 3 مقاعد كوتا للنساء ومقعد واحد للأقليات. نرحب الآن بالنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ماجد شنقالي. أهلا بك سيد ماجد. لماذا الكرد اليوم متخوفون أو متشائمون من الانتخابات المقبلة؟ في البداية مساء الخير أستاذ أمين، لك ولست لينا ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناة الشرقية الكرام. لا بالعكس، لا أعتقد أن الكرد متخوفون، ولكن بالتأكيد المناطق المتنازعة عليها اليوم هناك منافسة شديدة، هناك انسحاب للحزب الديمقراطي الكردستاني من كركوك،
هناك عدم توحد البيت الكردي في النزول بقائمة كردية واحدة، مما يؤدي إلى تشتت الأصوات خاصة في كركوك ونينوى وأيضا في ديالى. كان لدينا في ديالى مقعدين بسبب عدم توحيد القائمة بقائمة كردية واحدة. أعتقد لو حصلنا على مقعد سيكون جيد جدا، لأن كل أصوات الكرد في ديالى هي عدد يخولها للحصول إلى مقعدين إذا ما نزلت بقائمة واحدة. أما النزول بخمسة قوائم فهذا صعب جدا. في نينوى الوضع أفضل بكثير. الحزب الديمقراطي الكردستاني لا زال يمتلك القوة الجماهيرية الكبيرة، وقد يحصل على نفس عدد مقاعده السابقة، وحتى وإن خسر قد يخسر مقعد واحد وقد يفوز بأكثر من ستة مقاعد. أيضا الاتحاد الوطني سيحافظ أعتقد على مقاعده، لأن أغلب جمهور الحزب الديمقراطي الكردستاني موجودين في إقليم كردستان. أما بالنسبة لإقليم كردستان التنافس سيكون شديد، ستتغير الخارطة خاصة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني أعتقد سيحافظ على 17 مقعد الموجودة في إقليم كردستان له في محافظات الإقليم. قد نخسر المقعدين في كركوك وأيضا في نينوى، قد يكون احتمالية خسارة مقعد. لا أعتقد ستكون أي هناك أي خسارة للحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المقاعد. بالمجمل في المناطق المتنازع عليها الأحزاب الكردية ستخسر عددا من المقاعد بسبب ما حصل بعد 16/10/2017. نعم. طيب إذا نرحب بضيفنا كريم النوري مرشح عن تحالف الفتح. أهلا بك سيد كريم. يعني هل تجدون نفسكم بديلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك؟ تحية لك ولمشاهديكم الكرام ولضيوفك الكرام. بالتأكيد كركوك هي تحمل مكوناتها، وكل مكون حقيقة وكل جمهور له قياداته وممثلوه ومرشحوه. بالتالي لم نكن بديلا عن الكرد، ولكن الكرد هم أنفسهم متشرذمين بسبب الإحباط أو الإخفاق النفسي الذي تركه الاستفتاء. الأخطاء الكبيرة من الاستفتاء تركت آثارها العميقة على المشهد الانتخابي في كركوك، ولذلك يتحمل البيت الكردي ما حصل من حقيقة تهافت وانهيار أو تشرذم. نحن لسنا معنيين بذلك أبداً. نعم، هذه عودة إليك مرة أخرى سيد ماجد. حدثتني أنه لا يوجد تخوف، يبدو أنك تتحدث عن تمنيات. بالفعل هناك مخاوف من القوى السياسية الكردية وخاصة في المناطق المتنازع عليها، لكن السؤال ما الذي تغير في المناطق المتنازع عليها؟ يعني قوات كردية بيشمركة عراقية كانت موجودة في المناطق المتنازع عليها، الآن موجودة قوات اتحادية، لما هذا التخوف؟ يعني الجمهور الكردي اليوم موجود، ما الفرق إذا كان الجمهور بدون قوات كردية أو مع القوات الاتحادية؟ ما الذي سيغير في المعادلة الانتخابية؟ برر لي المخاوف لو سمحت. لا يعني أولا تعقيبا على كلام أستاذ كريم، أولا ليس هناك أي علاقة بالاستفتاء بما يحدث اليوم في كركوك. أحداث كركوك والمناطق المتنازع عليها يرتبط بما جرى في 16/10. الاستفتاء شيء آخر، وهذا حق ولحق إقليم كردستان ولشعبه متى ما يريد إجراء أي استفتاء. هذا أمر منتهي منه. هذا حق شعبي وحق دستوري وحق إنساني أن ترى بحرية ما تريد. أما موضوع التداعيات وغيره هذا موضوع آخر. أما اليوم هو يقول أخي العزيز، اليوم المكون الكردي يحتاج إلى قوة كردية لكي يشعر بالاستقرار والأمن. اليوم هناك ضغط كبير على الكرد في عملية التسجيل، هناك عدم سماح للقوة الكردية برفع علم إقليم كردستان، عدم سماح حتى في ملصقاتهم بأن يكون هناك علم كردستان، هناك تضييق حتى على الحملات الانتخابية. هناك اليوم قوات تابعة لفصائل مسلحة تريد تجير الأصوات لجهات معينة. الكرد هم ليسوا بسبب الاستفتاء. سيد ماجد، عذرا للمقاطعة، لكن أوضح لنا، أنت قلت تعقيبا على كلام السيد كريم النوري. كريم النوري الآن يسمعك، من هذه المضايقات اليوم؟ من قمتم بنقل هذه المضايقات إلى الجهات المختصة من القوات الأمنية المتواجدة هناك؟ نعم.
لا من القوات الأمنية المتواجدة هناك، وهذه أحداث وهناك مرشحين يقولون يعني بكل صراحة بأن هناك تضييق واضح على حملاتهم الانتخابية. طبعا مسجلة أخي العزيز في ديالى وخانقين، هناك تهديد لناخبين كرد بالتصويت لجهات معينة والتضييق عليهم وعدم التصويت لآخرين. أما من يقول هناك دعاية انتخابية أو غيرها هذا كلام غير صريح. لماذا اليوم الناخبون في محافظة نينوى ونحن لا نتخوف، مع أن أيضا هناك قوات اتحادية وغيرها؟ لأن لا يوجد مثل هكذا التضييق، لأن أغلب النازحين هم متواجدون في الإقليم وسيعملون على اختيار من يريدون، سواء كان من الأنبار أو الديالة أو أربيل أو ديالة أو صلاح الدين أو نينوى. لكن ما يجري في كركوك هو عملية غير واقعية، لأن واقع مدينة كركوك اليوم هو واقع غير مدني، هو واقع عسكري. من يحكم في كركوك هو القوى العسكرية، لا حتى سلطة للمحافظ على كركوك. السلطة هناك لجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. المحافظ مجرد صورة شكلية لتمشية أمور إدارية، أما القوى الحقيقية هي القوى الأمنية المسيطرة هناك. نعم. طيب دعني أعود إلى سيد كريم. يعني سيد كريم، سيد ماجد يعني يقول إن هنالك ضغوطات على الكرد وخصوصا في عملية التسجيل وأيضا عملية الانتخاب، كيف ترد على ذلك؟ لا بالتأكيد كلامه مردود عليه. لو كانت كركوك قبل 16 أكتوبر بيد البيشمركة لتحولت المعادلة في كركوك لصالح الكرد، يعني الأصوات اللي تحولت بالتأكيد لصالح الكرد بقوة السلاح والضغط الذي قام به مكون واحد والكرد على بقية المكونات. أما اليوم الضمان الأكيد لحفظ الأصوات والقناعات هو القوات الاتحادية. نعتقد أن القوات الاتحادية المسيطرة أو في بسط وفرض الأمن والقانون في كركوك بعد 16 أكتوبر هي ضمانة أكيدة لحماية كل المكونات. أما أن يريد الأخوة السيطرة على كركوك والضغط على أهلها وتجريف بعض القرى العربية، هذا يعني أن هناك تجريف للأصوات أيضا، وهذا حقيقة خلاف الواقع والمتوقع. اليوم نعم نقول بصراحة ليس هناك قوات أو فصائل داخل المناطق الكردية، والناخب الكردي الآن ينطلق بحريته وراحته ليعبر عن رأيه بأريحية عالية. ليس هناك ضغوط أو شروط على الناخب في كركوك. نعم. طيب ابقوا معي وسنعود إليك سيد ماجد الآن مع أبرز ما رصده فريق استوديو 18 من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتخابات العراقية المقبلة. علي عبد الكريم غرد على تويتر: الشخص اللي يقول لك لا تروح تنتخب ترى ما يريد لك الخير، دور على الزين واللي قائمته زينة وانتخبه، التغيير بأيدينا. كتب مهدي على تويتر أيضا: أن تأخذ وقتك في إقناع المواطن منطقيا بعدم انتخاب مرشح فاسد هو أسمى من أن تأخذ نفس الوقت لتسقيطه أو اقتلاع صوره الانتخابية. أما مصطفى حامد فقد غرد: جربتونا 8 سنين، جربونا بعد 4 سنين، كلام من فاشل ويريد يدخل البرلمان مرة ثالثة. زين بعد 4 سنين راح تطلع وتحكي جربتونا 12 سنة، جربونا بعد 4 سنين، وهكذا تستمر حياة البرلماني وتقسيم الكعكة والمواطن نايم ورجلنا بالشمس. وعلاء كتب على تويتر أيضا: المشاركة الشعبية في الحكم وإدارة أمور البلد من خلال برلمان حقيقي هي صمام الأمان لاستقرار أي بلد، ويضمن أن لا يلجأ الشعب للعنف أو الشارع. سيد ماجد، السيد كريم نوري يقول يعني أنتم قدتم بهدم قرى كاملة واستغلال القوات الأمنية الكردية في كركوك لصالح القوى السياسية الكردية للصعود
في الانتخابات، كيف ترد وهل فعلا كانت هناك مضايقات؟ قبل قليل وصفت أنه القوات الأمنية في كركوك لديها مضايقات ونقاط عليها مؤشر أنها تقوم بمضايقات ضد المكون الكردي. بالمقابل السيد كريم النور يقول أيضا توجد مؤشرات على القوى الكردية التي كانت موجودة، كيف تصف؟ يعني في البداية هو يقول تجريف قرى عربية، كانت هذه القرى تضم داعش وحاربوا قوات البيشمركة واستشهد الكثير من قوات البيشمركة في هذه القرى. هم استشهد 27 واحد من الحشد الشعبي في قرى، قاموا بتجريف تلك القرى قبل شهرين. لحد الآن أهالي جرف الصخر لم يرجع منهم شخص واحد منذ تحريرها 3 سنوات. لا، هذا الكلام غير منطقي. هذه القرى أغلب أهلها كانوا موالين ويساعدون داعش، ولدينا اليوم مئات المعتقلين ممن والوا داعش، وسنسلمهم بالتنسيق مع القوى الاتحادية إلى القوات الاتحادية، لأن هذا كلام غير مقبول بأن يدافع عن من والى داعش ودعم داعش، سواء كان في سهل نينوى أو في كركوك أو في بيجي أو في أي منطقة أخرى. اليوم هو يقول تأثير، لو كان هناك تأثير قوات البيشمركة كانت مسيطرة في المناطق المتنازع عليها في سنجار، الأخوة العرب قاموا بالحصول على 3 مقاعد وهي واضحة، النائب عبد الرحيم الشمري، النائب أحمد مدلول الجربة، وأيضا علي المتيوتي. أين هو تغيير وجهة النائب إذا كانت قوات البيشمركة مسيطرة؟ ليس هناك أي تغيير لوجهة أي نائب، أي ناخب مع أي نائب. اليوم ما يجري هو نزوح أكثر من 180 ألف نازح من طوس خورماتو وكركوك إلى السليمانية وإلى أربيل. اليوم مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الآن مستغلة من قبل القوات الأمنية، وتم حرق أغلبها وأيضا سرقة أغلبها. مئات ربما كانت ردة فعل سيد ماجد، يعني المكون الكردي اللي موجود في كركوك وفي طوس خرماتو، ردة الفعل نحن لم نشارك عليها موجود الحزب الديمقراطي، ويتحدث هو على لسانه أنه يعيش بأريحية وفي أمان وفي سلام مع القوات الأمنية. يعني ليس كل المكون الكردي الآن من يتحدث، من هو الذي يعيش بأريحية وأمان؟ أخي العزيز، ليس كل المكون الكردي، ولكن المكون الكردي يوميا يتصل وهو يعيش في حالة بائسة ولا يستطيع أن يتكلم بحرية، وهو مضايق عليه وحتى في الانتخابات. وما حدا بالحزب الديمقراطي إلى الانسحاب من كركوك، بأن اليوم الحكم في كركوك هو حكم عسكري وليس حكم مدني، والحكم العسكري لا يمكن معه إجراء انتخابات نزيهة وشفافة مهما كان المتحدث يتحدث من قوة فرض القانون. أين هو فرض القانون في كركوك؟ واليوم يعتقل الشاب إذا صرح بحريته، إذا ما قام باحتفالات في الجامعة، إذا ما قام باحتفالات في عيد نوروز. أخي العزيز، يجب أن نكون واضحين، قد تكون قد حدثت أخطاء سابقة، واليوم القوات التي أتت تأتي بأخطاء فادحة وكبيرة وسيؤثر على مستقبل كركوك، لأن لا يمكن لكركوك أن تكون إلا بتطبيع والعودة إلى التعايش والسلم. نعم. أما طيب بالوضع الحالي، طيب يعني لا يمكن يعني سيد الهوية نعم الحقيقية لكركوك. نعم، يعني سيد ماجد، نحن لا نريد أن يعني أن تكون مناظرة بينكما، يعني لكن ما نلمسه الآن يعني هذا الشيء يعني يرينا ما قد ربما سيحدث من شراسة المنافسة، أو ربما من قوة هذه المنافسة في الانتخابات. أعود إليك يعني سيد كريم، يعني هنالك عدد كبير من المرشحين وأيضا موزعين على محافظتين كما قلنا قبل قليل، وأيضا هنالك تنافس كبير، وأيضا على الرغم من التعدد الأعراق في هذه المنطقة، يعني هذا العدد الكبير من المرشحين، هل هنالك ربما تخوف من أن يحدث صراع كبير بينهم؟ لا، وبالتأكيد التنافس حالة إيجابية إذا كان في سياق الدستور وفي سياق الجوانب الأخلاقية، ألا يتعدى أو يمنع الآخرين من حملة انتخابية. لكن بالتأكيد عندما يتحول التنافس إلى ترافس وإلى صراع، بالتأكيد سيؤثر على واقع العملية الديمقراطية. نحن نأمل أن يبدأ التنافس مهما كان العدد، لكن في سياقاته الصحيحة. ولكن إشارة سريعة إلى ما ذكره السيد ماجد، أولا
المناطق التي تم تجريفها بعهد المحافظ المقال نجم الدين كريم كانت مناطق عربية بعيدة عن داعش، والآن هو احترف بوجود داعش بقبضة البيشمركة وجزاه الله خيرا. كذلك نقول بصراحة اليوم عدم وجود الأخوة البارتي في كركوك لأنهم طالبوا بمواجهة قوات فرض الأمن في كركوك ووصموا اليكتي بالخيانة، هم الذين انسحبوا. وأرجو أن نكون واقعيين بأن كركوك لكل المكونات، لا يمكن أن يستأثر مكون على بقية موارد القرار. يجب أن تكون كركوك للجميع، ويجب أن يأخذ الجميع حقه في الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الضغوط أو الشروط. نعم. طيب يعني لكن سيد كريم، يعني هذه المخاوف التي يعني يحملها النائب هي مخاوف حقيقية، ويعني الكثير يعني يتحدث بذلك. لو بالتأكيد المخاوف في كل مكان، المخاوف حالة طبيعية، حالة نفسية، لكن أن نحاول أن نحول المخاوف إلى واقع على الأرض ونعطل الممارسة الديمقراطية هذا أخطر من تلك المخاوف. نحن في بغداد هناك أيضا مخاوف، وهناك تمزيق صور وتمزيق لافتات، وأيضا في كل المحافظات. بالتأكيد المخاوف حالة طبيعية، وهناك استهداف من قبل داعش للناخب والنائب والجميع. إذن نحن نقول المخاوف شيء، وأن تتخذ إجراءات وترتب الأثر على هذه المخاوف على مستوى الأرض وإرباك العملية الديمقراطية أو الانتخابية. نعم. شيء آخر. نعم سيد ماجد، يعني قبل قليل تحدثت أنه لا توجد خطة لفرض القانون في كركوك، وإنما هو فقط أعداد كبيرة من القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب عفوا والحشد الشعبي. يعني بالتأكيد توجد قوات كبيرة هناك، يعني حزام كركوك بالكامل كان محتل من قبل داعش، إلى من يترك في ظل انسحاب قوات البيشمركة من كركوك؟ يعني ألا تعتقد أنه تبرير هو فقط لانسحاب الحزب الديمقراطي اليوم من كركوك، لأنه الخسارة هناك محتملة للحزب؟ يعني في البداية الحزب الديمقراطي الكردستاني كان له مقعدين في كركوك، ولو شارك في الانتخابات كان سيحصل على المقعدين 100%. أقول لك بكل صراحة، مسألة الانسحاب هي ليست مسألة بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يحصل على 2 أو الاتحاد الوطني يحصل على 4. اليوم في ظل الظروف الحالية وفي ظل عدم توحيد البيت الكردي، لو كان الكرد اتفقوا على النزول بقائمة كردية واحدة لكان الحزب الديمقراطي اشترك في هذه القائمة. أما أن يكون هناك تشتيت وأيضا فرض واقع عسكري على مدينة كركوك مما يدعو الناخبين إلى عدم الذهاب أحيانا أو التصويت بصورة غير ما يكون في حقيقة واقعهم الذي يريدونه، هذا هو التخوف. لذلك اليوم هو يقول الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الكردستاني هو موجود في إقليم كردستان، ومن يقول بأنه فقد جماهيره هو واهم، وهو سيقعد أقوى من السابق لأنه سيحصل على الأصوات أو العدد الأكبر من المقاعد سواء في إقليم كردستان أو حتى في المناطق المتنازع عليها. الخاسر الأكبر في المناطق المتنازع عليها اليكتي بسبب ما جرى في 16/10، وهو سيرى النتائج من خلال يوم 12/5 بأن اليكتي هو يقول بأنهم لم يقاتلوا أو دعوا حكومة القوات الاتحادية للدخول، هو السبب الرئيسي بأن الكرد لن يصوتوا لقائمة الاتحاد الوطني، هو بسبب أحداث كركوك وما عانوه الكرد بعد 16/10 من طوس خورماتو مرورا بكركوك مرورا بألتون كوبري وداقوق وغيرها. هذا ما يحدو بالناخب الكردي أن يكون التصويت ضعيفا جدا للاتحاد الوطني الكردستاني. النائب عن الحزب الديمقراطي السيد ماجد شنقالي، شكرا جزيلا لك. تبقى المناطق المتنازع عليها محط اهتمام وخلاف بين القوى السياسية المتنافسة فيها. هذا التنافس قد ينتج عنها صراع بسبب حساسية هذه المناطق، إلى جانب وجود مخاوف من استخدام السلاح للتأثير في نتائج الانتخابات.
يشارك الأكراد في الانتخابات البرلمانية المقبلة 15 حزبا وتحالفا سياسيا إلى جانب مشاركة أحزاب كردية أيزيدية بمفردها، وتقسمت هذه الأحزاب والتحالفات في قوائم متعددة. تشهد كركوك أول انتخابات برلمانية منذ عام 2005، كما تشهد منافسة كبيرة بين أحزاب وتحالفات عربية وتركمانية وكردية وسط توقعات بتغيير شكل التمثيل السياسي للمحافظة. بعض القوى السياسية تخشى من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة في المناطق المتنازع عليها من قبل قوى متنفذة، ما يُنذر بصراع سياسي قبل الانتخابات وبعدها. يتوقع مراقبون أن تفرز انتخابات 2018 تغييرا سياسيا في تمثيل المناطق المتنازع عليها في البرلمان العراقي المقبل، لا سيما في محافظة كركوك ونينوى. هذه عودة إليك سيد كريم، يعني نريد أن نعرف عن حظوظكم اليوم بعد أن اندحر داعش في المناطق المحررة. شاركتم أنتم في دحر داعش في هذه المناطق، حظوظكم بعيدا عن السلاح، حدثني عن الحظوظ بعيدا عن استخدام لغة العنف ولغة السلاح بعد أن قمتم بإنشاء تحالف بعيدا عن السلاح. لا، وبالتأكيد التجربة الديمقراطية أو الخيار الديمقراطي لا يكون تحت ضغط السلاح أو التهديد، هذه ليس ممارسة ديمقراطية. يوجد تخوف، تخوف يوجد منكم المحررة. تخوف من بعض المكونات سيد كريم. الذي يتخوف منا هم داعش، والمواطنون هم الآن يعشقون من دافع عنهم. اليوم أبناء المناطق المحررة حقيقة يردون الوفاء لمن قاتل معهم من أبناء مناطقهم، أما من تركهم في العراء وذهب إلى خارج العراق بالتأكيد لا يكون له حظوظا. نحن نعتقد الخيار الشعبي اليوم في المناطق المحررة هو خيار مفتوح لكل المواطنين، ولذلك من الخطأ أن حقيقة نكرس المخاوف بأن هناك تهديد بالسلاح. نحن نقول بصراحة لا لعسكرة المناطق ولا للتهديد أو الوعيد، نحن نؤمن بأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا، ولذلك أعتقد هذه الممارسة الديمقراطية ستكون بعيدة تماما عن أي سلاح أو التلويح بالسلاح. نعم، إذن نذهب إلى الموصل لنرى المشهد الانتخابي هناك. إذن نرحب بسيد عمار ثامر مرشح المشروع العربي في تحالف القرار. أهلا بك سيد عمار، يعني كيف ترى المشهد الانتخابي في الموصل اليوم؟ تحية طيبة إلى قناة الشرقية وإلى مشاهديها الكرام الأعزاء. حاليا محافظة نينوى تشهد إقبال، نعم الصوت يمكن ما واضح، نعم تفضل سيد عمر. تحية طيبة إلى قناة الشرقية وإلى مشاهديها الكرام الأعزاء. محافظة نينوى حاليا تشهد إقبال غير مسبوق إلى مراكز تسليم بطاقة الناخب. حاليا مدينة الموصل أبنائها توجهت إلى استلام بطاقة الناخب بعد ما كان هناك عزوف غير طبيعي. بالآونة الأخيرة كان هناك كلام في الشارع الموصلي بأن الانتخابات محسوبة، الانتخابات لا حد يذهب عليها. الآن المواطن الموصلي سيد عمار حدثني عن الإقبال غير المسبوق بسبب ماذا؟ يذهب الناخب الموصلي اليوم لصناديق الاقتراع، ما الذي قدم له؟ حدثني عن هذا السبب لو سمحت. نحن بعد من 2003 ل 2014 قبل احتلال مدينة الموصل من قبل داعش كان هناك تعرف ضغوطات على المواطن الموصلي بسبب التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية، ولكن بعد تحرير المدينة وبعد
ما صار الوضع أمان في محافظة نينوى، صار هناك إقبال على قول المجرب لا يجرب، هذا الشعار رفعه أبناء مدينة الموصل، المجرب لا يجرب، لأن كما تعلمون أن بالفترة السابقة مدينة الموصل تعرضت إلى هجمة شرسة، وكان هناك نحن نقول بكل صراحة كمواطنين قبل ما نكون مرشحين، الخلافات السياسية في محافظة نينوى أدت إلى تدمير المدينة، أدت إلى احتلال المدينة. نحن بيوتات الموصل ومحافظة نينوى بأغذيتها بجميع شرائحها كان هناك وجوه غير مقبولة بالشارع الموصلي. الآن هناك وعي، هناك وعي من قبل أبناء محافظة نينوى وأبناء مدينة الموصل بأن يجب أن يكون هناك ممثلين حقيقيين، ممثلين عندهم هدف، عندهم مشروع، عندهم ولاء لمدينة الموصل. ما يجون نحن خلينا نقول بكل صراحة، إحنا ما يصير المواطن الموصلي ينظر إلى السياسي كمتاجر، ينظروا إلى مقاول. الآن هناك وعي بأن يجب أن تظهر وجوه جديدة تخدم مدينة الموصل عند ولاء لمدينتها، ويجب أن يكون على السياسي اللي يصل قبة البرلمان يجب عليه أن يعمل علاقة جيدة مع بغداد، مع كردستان العراق، مع جميع أطياف الشعب العراقي حتى يقدر يوصل صوته، حتى يقدر يدافع عن أهل مدينته. نحن ما يصير نعمل خلافات وهاي الخلافات تؤدي إلى دمار المدينة. نحن إذا نحتاج أن نخدم المدينة وأن نجيب بها خدمات أو نجيب بها بنى تحتية أو إعمار، يجب أن يكون هناك علاقة قوية مع حكومة بغداد. نحن المدينة بعد تعرضها إلى هجمة داعش، هناك كثير من أهالي محافظة نينوى بيوتها تعرضت إلى دمار. لحد الآن هذه البيوت لحد الآن ما تعوضت. المواطن الموصلي البسيط ينظر إلى الحكومة المركزية نظرة كبيرة. يجب على الحكومة المركزية الدكتور حيدر العبادي أن ابقى معي سيد عمار، واشكر السيد كريم النوري مرشح عن تحالف الفتح، اشكرك جزيل الشكر. على قدر امتلاكك الاموال تاتي دعايتك الانتخابيه، هذا هو العنوان الابرز في الانتخابات البرلمانيه المقبله. حتى الان في المبالغ التي انفقت على الحملات الدعائيه للمرشحين كبيره جدا، وسقف الانفاق المخصص للدعايه عال جدا، فمن يمتلك المال ملا الشوارع والساحات والاعمده بصوره ولافتاته. يبدو أن كل جزئية في انتخابات 2018 تحمل مفاجآت، معظمها من العيار الثقيل، أبرزها المبالغ الكبيرة التي أنفقت حتى الآن على الحملات الدعائية، يضاف إلى ذلك أعداد المرشحين والأحزاب والكتل السياسية الكبيرة جدا. تقارير ذكرت بأن القوائم والكيانات الكبيرة استغلت نظام الإنفاق الانتخابي الذي أقرته مفوضية الانتخابات، والذي حدد السقف الأعلى للمرشح الواحد في بغداد بمليون دولار، وللكيان أو القائمة ب144 مليون دولار. هذا الأمر ساعد الكتل الكبيرة والمتنفذة على إحكام سيطرتها الكاملة على الساحة الانتخابية، مستغلة نفوذها في الاستحواذ على الأماكن المهمة داخل المدن، في نشر ملصقاتها وشعاراتها على حساب القوائم الأخرى. عملية تحديد سقف الإنفاق لكل قائمة مرتبط بالمعادلة الحسابية الآتية: المبلغ المخصص للمرشح مضروبا بعدد المرشحين لقائمة الكيان السياسي في الدائرة الانتخابية الواحدة. سقف الإنفاق الأعلى للمرشح في بغداد بلغ مليون دولار لكل مرشح، باعتبار أن عدد ناخبي العاصمة 5 ملايين ناخب، مضروبا ب250 دينارا، الحد الأدنى لحجم الإنفاق بالنسبة للمرشح الواحد. مراقبون بيّنوا أن نظام الإنفاق الذي صادقت عليه المفوضية حدد نسب الإنفاق الأعلى للمرشح في البصرة ب350 ألف دولار، وللقائمة أو الكيان الانتخابي الواحد 16 مليون دولار، في حين وصل في نينوى إلى 22 مليون دولار للكيان الواحد. لم يتجاوز حجم الإنفاق في العمليات الانتخابية السابقة أكثر من 90 مليون دولار للكيانات الكبيرة،
لكن أنظمة الإنفاق التي تحتم على الكيانات تقديم وصولات عن مصروفاتها لمفوضية الانتخابات بالإمكان التحايل عليها من قبل الكتل السياسية والأحزاب المرشحة للانتخابات. مرشح الجبهة التركمانية عن كركوك السيد عمار هداية. أهلا بك سيد عمار، لأول مرة في كركوك منذ عام 2005 انتخابات برلمانية بلا قوات كردية، إذا انتهت الحجج التركمانية، ما هي حظوظ الجبهة التركمانية على الأقل في الانتخابات المقبلة بعد أن كانت تمتلك مقعدين فقط؟ سيد عمار، سيد عمار سألتك أنه أول انتخابات في كركوك منذ عام 2005 بلا قوات كردية، ما حظوظ اليوم الجبهة التركمانية في هذه الانتخابات بعد أن كنتم دائما تتخوفون من وجود قوات كردية داخل محافظة كركوك؟ سوف نعاود الاتصال بالسيد عمار هداية. إذا أعود إليك سيد عمار ثامر، مرشح المشروع العربي عن تحالف القرار في نينوى، حدثني عن المناطق المتنازع عليها اليوم، وكيف تصف وضع المناطق الآن بعد التحرير؟ هل هي مستعدة تماما للانتخابات؟ النازحين الذين خرجوا منها هل عادوا إليها؟ كيف تصف موازين القوى بعد أن خاضت الموصل أقوى أو أعتى حرب في تاريخها؟ المواطنين في المخيمات الآن احنا نقول بكل صراحة يعيشون ويمرون بأوقات عصيبة جدا، لأن هم حاليا بالمخيمات ودورهم وأرضهم ومزارعهم تبعد عنهم أمتار وما يستطيعون الوصول إليها. نحن نتمنى أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حتى نستوعب ونقدر نرجع حقهم. يعني قبل أيام زارنا أحد الشيوخ الكرام من هذه المناطق يقولون نحن مناطقنا قريبة جدا علينا، دورنا أراضينا ما نقدر الوصول إليها. بعد تحرير المدينة يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي، اتفاق حتى يحس المواطن بأن هو منتمي للعراق، منتمي لمحافظته. يعني ما معقول أنت شخص حاليا الآن عايش بالمخيم وداره يبعد 200 متر ما يقدر يصله. نحن نتمنى أن يكون هناك حلول جذرية وحلول سريعة، ما حلول وقتية. أنا أحكي لك واستغل اليوم بالشرقية، إذا لم ينتمي لأرضه في وقت الانتخابات فمتى سينتمي لهذه الأرض سيد عمار؟ إذا لم ينتمي لأرضه في وقت الانتخابات ويعود لداره ويصوت في داخل المنطقة التي يسكن فيها، يعني ألا تعتقد أن هذا الموضوع سوف يؤثر على الناخب؟ ربما لن يذهب إلى صناديق الاقتراع وبالتالي أنتم الخاسرون. طبعا نحن المواطن أسا هو أحكي لك إياه بكل صراحة ميؤوس. يعني أكثر المواطنين بالمخيمات يقول شنو السياسي، شنو كان دوره بالمرحلة السابقة؟ أنا اللي من أصوت، اللي من أختار. يجب على السياسي أن يدافع عن أبناء منطقته، عن أبناء محافظته. يكون هناك مع الأسف يعني أقول لك بكل صراحة أكثر من 30,000 شخص حاليا ما فقد داخل الموصل. يعني في تركيا هناك مخيمات، مخيم اليوم أكثر من 6,000 شخص بمهجرين من منطقة تل عفر. هذولا يريدون دور ويريدون حلول سريعة حتى يرجعون لمناطقهم. هذا دور الحكومة المركزية، ما دور الحكومة المحلية. وأنا أوجه رسالتي إلى أهلي، إلى شيوخنا، إلى أهلنا، إلى بيوتنا، إلى شبابنا في محافظة نينوى. نحن الشخص اللي رشح على البرلمان يجب أن يكون هناك عنده مشروع، عنده هدف، عنده برنامج. أنا يعني ما يصير أنتخب شخص هو من عشيرتي هو سيء،
أو هو من أصدقائي سيء. يجب أن أختار الرجل الصالح، الرجل الذي يكون عنده مشروع وطني، مشروع يخدم أهله، يخدم مدينته، ما يخدم على الانتخابات حتى يقعد على الكرسي، لأن الكرسي هو تكليف وليس تشريف. نعم. الكرسي طيب ابقى معي سيد عمار لنعود إلى سيد عمار هداية. من أهل بالموصل. نعم. أن يكون معي سيد عمار. دور كبير بالمرحلة نعم. القادمة. نعم. طيب ابقى معي لنرحب مجددا بسيد عمار هداية مرشح الجبهة التركمانية عن كركوك. سيد عمار، يعني حدثنا عن حظوظكم اليوم في كركوك، وخصوصا أنكم تشاركون لأول مرة منذ عام 2005. تحية لكم ولجميع قناة المشاهدين لقناة الشرقية وإدارة قناة الشرقية. نحن كجبهة تركمان كركوك، نحن لدينا ثقة بجمهور جبهة تركمان كركوك وتركمان كركوك. لأول مرة تركمان في كركوك في جميع مكونات السياسية توحدت في قائمة موحدة، ولدينا ثقة بأن هذه القائمة ستكون أول قائمة في كركوك وتصدر القوائم، وسيكون لها عدد المقاعد الذي يثبت هوية تركمانية لمحافظة كركوك مع خصوصيتها العراقية. هذه القائمة سيثبت كما أثبتنا في انتخابات الذي جرى بعد فرض سلطة القانون في نقابة المهندسين ونقابة البيطرة. جميع الانتخابات التي جرت بعد فرض سلطة القانون كانت تركمان لها أغلبية، وهذه القائمة سوف تثبت للعراق جميعا وللمنطقة. نعم. طيب سأعود إليك سيد عمار. نعم نعم سنعود إليك سيد عمار. يواصل رسامو الكاريكاتير رصد الانتخابات وحملاتها الانتخابية في رسوماتهم ولوحاتهم. الفنان أمجد رسمي حول في لوحات صندوق الانتخابات إلى حلبة مصارعة طرفها العراق والصراعات الطائفية، وهو يطرح سؤالا إن كان العراق سينتصر في هذه المعركة الانتخابية ويبعد أمراء الطوائف. الفنان بسام فرج ذكر بطعنات الانتخابات السابقة والتي لم يدفع ثمنها إلا الناخب الذي صوره في لوحته زاحفا وهو يدلي بصوته وكأنه يشهر البطاقة الحمراء بوجه أسباب الخراب مخافة أن يتلقى طعنة أخرى. أما الفنان أحمد فلاح وصل سلسلة لوحات تحفيزية، وهذه المرة خاطب جمهورا مترددا يسجل على الدوام تعاضه بترديد عبارات حرامية. أهلا بك مرة أخرى سيد عمار. يعني سألتك عن موازين القوى في محافظة نينوى بعد تحرير المدينة، بعد انسحاب القوات الكردية من المناطق المتنازع عليها، كيف سيؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة؟ سيد عمار ثامر السؤال لك. سيد عمار، سيد عمار ثامر تسمعني؟ سيد عمار. نعم نعم أسمعك. نعم أسمعك. سألتك لكن لم تجبني عن الموازين في محافظة نينوى، هل تغيرت في الانتخابات المقبلة على الأقل؟ هل ستتغير مع انسحاب القوات الكردية وتسلم القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها؟ نعم، محافظة نينوى حاليا بعد انسحاب القوات الكردية من المناطق المتنازع عليها ورجوع الأخوة العرب إلى المناطق، حاليا هناك إقبال غير طبيعي، لأن تعرف أكثر من 14 سنة هناك مناطق ما قدرنا أن نوصل صوت المواطن العربي. فنحن نقول بكل صراحة يجب أن يكون هناك
علاقة قوية مع أخوتنا الأكراد. أنا أقول لك إحنا ما عدنا أي شيء مع أخوتنا الأكراد، ولكن يجب أن يكون المواطن صاحب الأرض يكون له حق مشروع بالدفاع عن منطقته وإيصال صوت البغداد حتى يكون هناك خدمة لأهالي منطقته. يعني كما تعلمون أن مناطق محافظة نينوى هي أكبر أكثر أقضية ونواحي بالعراق كلها، يعني مناطق زمار وبعاج والمناطق تلكيف وهذه المناطق المتنازع عليها بالفترة السابقة بقرار 140، هذا القرار الذي هو معطل حاليا يجب أن يكون هناك حلول له. ما معقول ان احنا من 2003 لحد الان اخوتنا الاكراد، هم تعرف نحن عندنا علاقه طيبه معهم، هم مجاورين محافظه نينوى، لا هم يستطيعون ان يكون هناك علاقه غير طيبه ولا نحن نستطيع ان ننكر حقهم. فبس يجب على المواطن بهاي المناطق ان يكون له دور فعال في ايصال صوته لبغداد حتى يكون هناك خدمة. يعني تعرف هذه المناطق بهذه الفترة السابقة ما كان هناك خدمة حقيقية ولا إعمار حقيقي ولا اهتمام حقيقي من قبل الحكومة المركزية، لأن هي كانت مناطق خارج الحكومة المركزية. نعم. نحن بهذه الفترة بعد تحرير المدينة من دنس داعش الإرهابي، يعني أنا أوجه رسالة إلى الدكتور حيدر العباد لو سمحت رئيس الوزراء، إنصاف المجتمع الموصلي وإعادة منتسبي الجيش والشرطة والإف بي إس والدفاع المدني والمرور إلى الخدمة، كون هؤلاء كانوا ضحايا لداعش وليس لهم أي ذنب في سقوط الموصل، بل على العكس كانوا تحت بطش وظلم داعش الإرهابي. هناك شرائح مهمشة في محافظة نينوى، هناك أكثر من 300 طالب. نعم، وصلت من الأوائل في محافظة نينوى. هؤلاء لحد الآن من 2008 لحد الآن. نعم نعم، عذرا السيد عمار تامر مرشح المشروع العربي في تحالف القرار عن نينوى، شكرا جزيلا. الآن نتوقف في شارع الانتخابات لمعرفة أبرز محطاته والمفارقات الانتخابية التي انتشرت على جوانبه. بعد أن انتقد تيار الحكمة التحالفات الأخرى بشأن الإنفاق على دعايتها، عثر في شارع الانتخابات على مخازن ومعامل خياطة دارت مكائنها لتصنيع قبعات وفانيلات زرقاء تحمل شعاره احنا قدها، فيما يشرف على هذه الحملة وإطلاق بالوناتها عضو التيار بليغ أبو جلال. نخبة بغداد مرشح من الحكمة يبدو أنه فهم حملة تياره الأزرق بشكل مغاير، فوزع تفاحا أخضر في أكياس حملت صورته. أما هذه الصورة فليس لها علاقة بالموج الأزرق، إنها مغرمة بالنجم الدولي هازارد. طائرات F-16 لا تزال تحلق وبكثافة فوق شارع الانتخابات، وهذه المرة طلعات لمرشحة تماهت مع اللون الأزرق، فيما استعارت مرشحة أخرى تتفاخر بتسريحتها عبارة عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي. واو، اليوم في عجيب مدام سنتا شعري شغلهم واو. أما سكر الانتخابات فليس جمال المرشحات وحسب، الخاصكي مرشح إلى البرلمان، ناشطون على فيسبوك أكدوا أن وجبة غداء النواب ستكون مدعمة بالإزلابيا ومن السماء وزنود الست. وهكذا وجد حج حسين رفيق دربه وهو يطرح أغنية جديدة في ألبومه الانتخابي، ظهر فيها مرتديا بدلة زرقاء وكأنه يقول أنا الموج الأزرق. يا ما ترد لك واحد وبعونها الله صاعد وتفوز بإذن الرحمة، يا معدل يا خوش إنسان وتفوز بإذن الرحمة، يا معدل يا خوش إنسان كلها تريدك جاي تصيح وبقائمتك بس تصحيح، كلها تريدك جاي تصيح وبقائمتك بس تصحيح، يا شارب من دجل اميه يا البيك الواد محميه، يا شارب من دجل اميه يا البيك الواد محميه، حج حسين حج حسين الناس تريدك حج حسين الناس تريدك. اذا مشاهدينا هنا قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من استوديو 18، كان الختام بحج حسين. الى اللقاء. الى اللقاء.